اهلا بحضراتكم من جديد. المكسب حلو الحقيقه، الصور اللي بنتفرج عليها حقيقه يعني المكسب جميل، ولما بيكونوا يعني ولاد رجاله وابطال ومدربهم حاجه يعني بتبقى يعني كابتن اشرف عواد راجل من ظهر الراجل زي ما بيقول. برحب طبعا بضيوف اللي منوريني دلوقتي في الاستوديو، نجوم 2002 مرتبط كره اليد، الكابتن علي الليسي او اللاعب علي الليسي سنتر هاف الفريق. اهلا بيك يا علوان. اهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك، انت نصيب الاسد في الصور يا باشا. ربنا يديك الصحه يا رب. وبنرحب طبعا بمحمد ايهاب لاعب الفريق الدايره الدفاع اللي بيشبهوه بالمصري. اهلا بيك ايهاب. اهلا ان شاء الله بحضرتك. وحش كده زي المصري؟ ان شاء الله. مبروك. لا باين ما شاء الله اكبر عليك. ايهاب قول لي، يمكن السنه دي كانت سنه صعبه يعني من الماتشات اللي شفناها وتابعناها، كان عندك سبورتنج جامد، الزمالك برده جامد، عندك طلائع الجيش، البنك الاهلي. بدليل ان اللي خد الكاس وكان في الفاينل معانا طبعا ماتشات الكاس ملهاش حساب كان البنك الاهلي، يعني مش فالماتشات كانت جامده وصعبه. الموسم ده يعني استفدت منه ايه؟ اكيد كان موسم صعب جدا، حتى زي ما حضرتك بتقول الكاس كان صعب وملوش حسابات، حتى احنا في الكاس وقعنا في طريق صعب. احنا في دور 16 كنا مع الجيش. ده دور 16؟ دور 16 مع الجيش. دور 8 زمالك، احنا طلعنا الزمالك من دور 8. ايه ده؟ نص نهائي شمس، النهائي كان البنك، الحمد لله ربنا ما اردش، بس عملنا ماتش كويس. القرعه جامده ليه كده؟ احنا تقريبا ده اول كاس القرعه تبقى فيه جامده كده. ممكن عشان السنه اللي قبليكم مثلا، الجيل اللي قبليكم مثلا ما حققش نتيجه، عشان كده بتخشوا بالترتيب ولا ايه؟ ممكن، الله اعلم. بس احنا لا الكاس مالوش علاقه، ده هو القرعه. والقرعه لا القرعه كانت تقريبا اكتر مره الكاس يجي لنا ومع ذلك وصلت فاينل. وصلنا فاينل الحمد لله، وربنا ما اردش، خسرنا فرق واحد بس الحمد لله. احنا ساعدتوا بعض، لازم دوري مرتبط. الدوري ما كانش فيه كلام. ما كانش في اسم على اثنين، يعني هو لازم الدوري خلاص. طب انت بالنسبه لك كدفاع اصعب ماتش قبلك، انت دايما بتقول لا الماتش ده رخم، يعني دايما مثلا لو سالت المدافع يقول لك في ماتشات يبقى مش مريح بس يعني مش فارد عضلاته قوي، وفي ماتشات بيبقى الهجوم عليه بشكل رهيب، ايه الماتش الجامد قوي عليك وضغط عليك دفاعيا ايه؟ هو زي ما قلت انا الدفاع اكتر، دفاعي اكتر. ماتشات الزمالك كلها، احنا لعبنا ثلاث ماتشات الموسم ده الزمالك، اثنين في الدوري وواحد في الكاس. الحمد لله الثلاث ماتشات انا بنزل بادي بدور كويس جدا، وحتى ببقى مش ببتدي الماتش بس بضطر انزل عشان ده اكبر طبعا، ده الوقت اللي بقى كده اهم من بدايه الماتش. الحمد لله. وخلي بالك انت النهارده يمكن من احد، لو طالما انت كلامك كده يبقى من احد عناصر تفوقنا يمكن في ماتشات الزمالك اللي حصل ده، وجود دفاع قوي وكان الحمد لله. الحمد لله يعني الحمد لله ربنا كان ربنا وحده يعلم. يعني كابتن اشرف عواد كان مديني الثقه جامد في حوار الدفاع ده، اللي انا هنزل هقفل الدنيا وان شاء الله الدنيا بتعدي. يعني شكلك لعيب راجل ما شاء الله، ربنا يخليك. اتمنى لعيب زيك في الفريق. ربنا يخليك. كابتن علي اجي لك بقى. حلوه. سنتر هاف ده مايسترو الفريق، المدرب في الارض الملعب، ايه الماتشات اللي انت كنت فيها حاسس ان لازم اركز قوي، لا الماتش ده ما ينفعش يعني افقد تركيزي ثانيه؟ طبعا ثلاث ماتشات الزمالك دول ليهم حسبان تاني خالص، لازم طبعا من قبلها باسبوع واحنا بنفكر في الماتشات دي، فدول اكتر ماتشات طبعا بتبقى مركز فيهم. كل الماتشات اللي قابلتنا لازم بنركز، بس ماتشات الزمالك دي ليها بطوله ثانيه، دي حاجه ثانيه خالص، دي بره بقى ما شاء الله. 2002 قعدت 21 سنه يعني خلاص تعتبر درجه اولى يعني، فكان دي ليها طعم ثاني حتى في المكسب. فدي كانت اهم حاجه. ماتشات سبورتنج اخبارها ايه؟ ماتشات سبورتنج طول عمرها فرقه ند معانا، وهم فرقه كويسه جدا طبعا، ليهم كل احترامهم. عرفنا نكسبهم السيزون ده، اخر ماتش لينا كان معاهم الفاينل، كان اخر ماتش في الجيل بتاعنا، وكان هو الحاجه الوحيده اللي هنفتكرها في الاخر كده، اللي زي ما بيقولوا هنفتكرها. فاكر كسبنا كام ماتش؟ كسبنا فرقه اربعه تقريبا. ما شاء الله كبير، كمان فرق كتير، الله اكبر. طيب وكان كان اخر ماتش فاينل خالص، كان اول لاست يعني خالص، كان ماتش سبورتنج في الزمالك. طيب ايه الماتشات اللي انت كنت شايف مثلا انه يعني بريك بوينت، يعني لا قدر الله يعني مش لازم يبقى الفاينل، ممكن في ماتشات في اثناء الموسم هي دي اللي بتاكد انت لازم هتركب، ايه الماتشات اللي كانت بريك بوينت او ماتش انتوا شايفينه كان مهم جدا وخلاكم تعدوا عنق زجاجه؟ ماتش الزمالك اللي قبل سبورتنج على طول، او ماتش الجيش كمان كان ماتش اللي قبل الزمالك. ده اللي دخلنا، هو ده اللي دخلنا. ما احنا طالعين من خساره كاس، في ان احنا داخلين اول ماتش الجيش، فدي اللي جت في النص. فجت قبل الماتش باربع ايام، فقلنا لازم هي دي النقطه اللي كان جالكم احباط، وكان ما هي دي المكسب ده. ماتش الجيش هو اللي دخلنا تاني، اللي هو احنا لازم دوري مرتبط، خاصه ان ماتش الكاس ما كانش حد متوقعه بالظبط، اللي هو كان كله جات لنا صدمه. وليه ماتشات الكاس بتبقى كده؟ والله القرعه الموسم ده جت يعني دخلت علينا، ان احنا الماتشات كلها لعبنا كده، اتزنقنا في شهر كده 10 12 ماتش وكلهم ماتشات اقوياء، فمع اصابات مع شويه حاجات كده يعني، فبس الحمد لله عدت يعني الحمد لله. طب قول لي اكتر نصايح بيقدمها لك كابتن اشرف او بيقولها لك، دايما يقولها لك قبل الماتش او ينادي لك في وسط الماتش يقول لك مش عارف ايه، يعني على حسب كل ماتش، ايه اكتر حاجه دايما تحس ان هو مهتم بيها كابتن اشرف؟
انت بتحس كابتن اشرف ان انا اللي هو ابقى دوري ليدر في الملعب، اللي هو قيادي. طالما انا طالما انت عندك الثقه انك تعرف تقيد الملعب، تبقى يعني تقوده كده صح، انت هتعرف تعمل كل حاجه. هو كابتن اشرف طبعا تاريخ كبير طبعا، فطبعا احنا كان بيديك الثقه يعني طبعا طبعا يعني. طبعا وكان لما يعني يديك يسيبك تاخد قرار في الملعب وكده الكلام ده، خلي بالك الحاجات دي مهمه، الحاجه دي بتفرق معانا كتير جدا. هو هو كان بيصاحبنا جوه الملعب لدرجه ان احنا يعني خلاص بقى علاقتنا احنا وكابتن اشرف كانت علاقه يعني اب واولاده. نجم مستوى نجم، خلي بالك هو نجم يعني نجم كبير جدا. طيب انت على المستوى الشخصي مين مسك الاعلى؟ في بره مصر ولا في مصر؟ الاثنين بره جوه، ومش على فكره مش لازم النادي الاهلي يعني. لا بره مصر لوكاس اندريتش ده طبعا يعني ده مثلا اعلى، بس جوه مصر طبعا كابتن اسلام حسن، كابتن حسن ماشي، كابتن احمد خيري، كابتن احمد خيري دول الاثنين اللي مرنت معاهم. الحمد لله يعني كان لي اللي الشرف ان اتمرن مع كابتن اسلام طبعا. حتى اتمرنت، هل لعبت ماتشات مع الدجوله شويه ولا لعبت ماتشات وديه بس ماتشات رسميه ما لسه؟ ان شاء الله ان شاء الله خير. تلعب ان شاء الله. انت لعبت ماتشات مع الدرجه الاولى؟ اتمرنت معاها؟ لا اتمرنت مع الدرجه الاولى ولعبت ماتشات وديه. يعني اتمرنت مع مستر ديفيد ديفيز، هل كلمك في حاجه؟ هل قال لك حاجه؟ لا لا اتمرنت، احنا جالنا اصلا في نص الموسم من شهر كده، كنا تقريبا ناس كتيره بتتصعد من عندنا للدرجه الاولى عشان كان بيستدعي هو الناس. ما كان عايز بالظبط شهر ولا حاجه بنتمرن مع الدرجه الاولى، والحمد لله يعني كانت ماشيه كويس. وكابتن ديفيد كان بيتكلم معانا، انتوا العبوا عادي ما تخافوش من حاجه، احنا راجل جميل كانكم بتلعبوا في الفرقه بتاعتكم الحمد لله يعني. طيب مين مسك الاعلى بقى؟ بره مصر ولا جوه مصر؟ الاثنين. انا عارف مين جوه مصر، اقول الاثنين برضه. ماشي، بره مصر طبعا فابريجاز. يا ساتر يا رب، تجيبوا انتوا اسامي يا جدعان، منتخب عالم، منتخب فرنسا. هو برضه مدافع قوي، ف بقول لك يعني بتجيبوا اسامي منتخب عالم يعني يلعبوا منتخب عالم. وجوه مصر طبعا كابتن احمد عادل، كابتن احمد عادل انا اتمرنت معاه فانا بشوفه بالنسبه لي مثل الاعلى. طب شايف ايه اللي في احمد عادل حلو؟ احمد عادل بالنسبه لنا هو الميزه فيه ان هو اشول، مفيش فيرود اشول كتير في صحيح في العالم. صحيح. وكمان بالنسبه للمدافع هو بيبقى صعب عليه ان هو يدافع على فيرود اشول. برافو عليك. الفكره نفسها هو لا انا فهو ميزه كابتن احمد عادل في قوته في ان هو اشول فصعب. طب انا هقول حاجه ثانيه في احمد عادل برضو من وجهه نظري، بيلف حلو قوي قوي. ما عشان ما ده اللي بتكلم مع حضرتك فيه ان هو اشول فبيلف عكس اتجاه المدافع. لفته كمان بينزل على رجله وبيلف وبتبقى مفاجاه وقوه لفه، يعني انا بتهيألي لو حد يقف قدامه اللفه ممكن يطير له وشه قوه ما هو بيلف وبيعملها كمان مش بغشم، بيعملها فن يعني بيلف فجاه تلاقي نفسه. انا شايف دي قوه احمد عادل بصراحه، انه ما شاء الله بيعرف يلف امتى بالمدافع بصراحه يعني. طيب هنتكلم عن دراستكم، انتوا في جامعه كلكم صح كده؟ طيب تمارينكم كلها بدري صح؟ صح. تبقى اثنين ثلاثه تعملوا ايه؟ والله كنا بنواجه مشكله مع كابتن اشرف طبعا طبعا في تمرين في غياب بص بتحكوا، لان انا عارف هي دي المشكله. الفرق بتتمرن 4 6 8 او 8 4 6 8، انتوا لازم تتمرنوا قبل منها لان انتوا بتتمرنوا على الامير عبد الله الفيصل 2 او 12 2 او 12. بتعملوا ايه بقى يا باشا؟ والله كنا بنظبطها مع كابتن اشرف على قد ما نقدر، اللي احنا لازم نيجي على نفسنا حتى بالذات بعد ماتشات الكاس، ما كانش فيه بقى الاسبوع اللي بعد الكاس ده وال10 ايام خلاص احنا لازم نركز في الفتره دي. ماشي عندكم جامعه وبتاع، بس هنديكم جوابات من النادي وعشان الغيابات وكل حاجه، بس لازم نتصرف عشان الدوري خلاص ما فيهوش اسم على الدوري. وسبتوا الورق قدامكم؟ والله حاولنا على قد ما نقدر. ما طبعا عندكم امتحانات اكيد اكيد اكيد، بس بنحاول هو نعوض خلاص. وكان كابتن اشرف اكيد بيتفاهم لو حد عنده حاجه يجي متاخر، طبعا حتى لو حد جه متاخر. لا كان بيفهم جدا ان لو حد اتاخر، حد ما جاش التمرينه دي ماشي خلاص ما تجيش، بس لازم نركز الفتره الجايه وتمام. لا كابتن اشرف. طب ونفس الكلام بالنسبه لك؟ تستحملني كتير بصراحه بصراحه عشان جامعتي برضه حوار اللي كان لازم الحضور اتندنس. بتدرس ايه؟ اعلام. اعلام. طب انت قاعد في القناه اعلام معلومه. انا باجي هنا بدرس والله العظيم، بدرس هنا وفي القناه ليه؟ تبعت لهم يا باشا البتاع ده اقول لهم انا اعلام هنا قاعد في. انتوا عايزين اكتر من كده؟ ده انا بطبق عملي اهو صح كده ولا لا؟ فطبعا كان عندك مشكله كبيره. بس هو بصراحه استحملنا يعني. واحنا كنا رجاله معاه بصراحه. امانه انتوا شكلكم بامانه التيم رجاله. احنا تيم فعلا، احنا قريبين جدا من بعض يعني. كلمني عن الروح. ايه قول لي بقى، الروح اخبارها ايه؟ لا دي الفرقه اللي ممكن تسال بقى دي فيها دي. لا ما انا عايز اسالك انت راجل بايش في الفريق. الروح حلو؟ لا الروح بين اللعيبه حلو. لا فيش لا خالص خالص، لا ولا اي حاجه فعلا بجد. كلنا كنا واحد، واللي عايز يلعب واللي يطلع واللي ينزل المهم نكسب. بالظبط هو ده اللي كان فارق معانا السيزون ده يعني. اخر سيزون لينا كان لازم اللي هو خلاص. وخلي بالك يا هاب برضو اللي بيبان، انا شايف الروح بتبقى عاليه قوي عند المدافعين بامانه. فانت بتضحك لان ده صح. انت الفرقه كلها بتهجم عليك. حضرتك عندك حق. فاعلى روح بتبقى المدافعين، ولو انت ما عندكش الروح دي مستواك بينزل. بالظبط.
شايف الروح يعني فرقت معاكم في المكسب؟ طبعا لا، وروح الفرقه مع بعضينا كلنا حاجه تانية. يعني انا لو نازل الملعب ومفيش روح مثلا، او مفيش تشجيع من بره على الدكه، واللي بره على الدكه زي اللي جوه الملعب، صح، مش عارف العب، صح، او الروح مش تبقى من القلب يعني، صح، زي ما بيقول. بس فلا، الفرقه كلها قلبها على قلب بعض، والحمد لله الفرقه كانت رجاله بطريقه مش طبيعيه يعني. طب انتوا كجيل مع بعض، انتوا اغلبكم مع بعض ولاد النادي الاهلي، بقالكوا سنين بقى من اول ما كنت تحت بقى. 15 سنه. 15 سنه ماشي، يعني بقالك سنين في الاهلي، بس يعني بقالكوا كتير، نقول 15 سنه زي ما انت بتقول، ويمكن اكتر كمان، وانتوا جيل واحد مع بعض. كنت ماشيين على المراحل السنيه ازاي؟ يعني هل في البدايات كنتوا متاخرين شويه، ولا برضه كنت نفس الكلام جامدين في كل لا سنة؟ لا يعني راكبين على جيلكم بالبلدي كده؟ لا، مش من اول ما بدانا خالص. لا، فسرحت شويه الكلام كده، جبت من ورا شويه. اول ما بدانا، اول 11 12 13 والكلام ده كله، اول ما بدانا كنا متاخرين شويه عن فرق. كان في فرق ساعتها سبقانا بحبه، وفرق مش يعني دلوقتي، مصر البترول، ترسانه، دلوقتي الحاجات دول دلوقتي. بس يعني كان زمان، كان الفرق دي ساعات يعني كنا، يعني انتوا سنه بعد الثانيه اتطورنا. اتطورنا. فانت بس يعني مش فاكر ان بس. طب هل من اول 18 مثلا او 16 بدا يبان؟ بدانا اخر 6 سنين يعني. وبعدين احنا حظنا حلو قوي على صاله الزمالك، ان احنا كل السنه بناخد الدوري في صاله الزمالك. حصل بقى بلعبنا يعني صاله الزمالك بصراحه يعني بيبقى ليها طعم، تاني يعني. ضحكتني والله العظيم. يعني انت بقى بالنسبه لك تروح تلعب في صاله الزمالك، انت احسن من نلعب عايز تكسب هناك. يلا يا جماعه اعملوا الماتش بالظبط. فانتوا بعد 18 سنه حسيتوا ان بداتوا تفرقوا بشكل كبير. طيب طموحاتك؟ طبعا اكيد ان انا سؤال سهل. اكيد ان انا احترف بره طبعا. لو ما يعني ربنا ما اردش الاحتراف، فاكيد النادي الاهلي طبعًا. اكبر نادي هنا في مصر طبعًا. يعني طبعا عايز تكمل في الاهلي وتلعب. طبعا لو فرضا طلعت اعاره سنه او حاجه، عندك مشكله؟ مش مشكله طبعا، لا، ان انا احافظ على مستواي، ان انا اثبت نفسي، ان انا ارجع تاني بيتي بصراحه يعني. طبعًا. بقى لي طول عمري وانا بعلم، وانا صغير يعني. وشفت انت احمد راضي؟ احمد راضي راح سبورتنج، عمل ايه دلوقتي؟ بقى نجم عندنا. طبعا. فهي الفكره، هي النقطه هنا بالظبط. مش معنى ان انت طلعت بره او يعني رحت اعاره سنه وبتاع انت بره النادي، لا، هتبدا. وطول ما ده عايز وعندك الرغبه هترجع، لان النادي الاهلي وصى على اولاده. وانت شوف بتقول ايه، انا هرجع بيتي. فانت هتبقى يوم ما هيقول لك تعالى تقول له يا باشا انا راضي، يقول لك انا رجعت. طب نفس الكلام ليك، من نفس الكلام ايهاب؟ اكيد نفس الكلام برضو. كل لاعب منا بيبقى عايز الاحتراف، واكيد النادي الاهلي. طب سعيد في الاعتراف؟ سعيد فيه؟ بنحاول بنحاول قد ما نقدر. مش انا بس يعني، معظم بتلاقوا فرص اللعيبه المصريين مطلوبين دلوقتي بعد منتخبنا موسم طبعا عشان كمان منتخب مصر درجه الاولى عالم، سبع عالم، فلا مطلوبين. وطبعا لو ربنا ما اردش في فيرست تيم النادي الاهلي، هبقى عافر ان انا ارجع له تاني يعني. يعني انت يعني انت حتى لو رحت اعاره سنه اتنين، طلعت احتراف سنه واتنين، حياتنا كلها في النادي يعني. طبعا. فلا اكيد هبقى عافر ان ارجع. تلعبوا من 7-8 سنين في النادي؟ من 5 سنين. من 5 سنين. من خمس سنين. كنت بلعب في اهلي مدينه نصر. طبعا. وبعد كده طبعا خدتوا بقى برد الملعب، تلج بالليل ده انتوا عشان كده طالعين ما شاء الله. مش هنمتوا ساعة الاستوديو، ربنا ما يوريك ساعة يا باشا. بروح هناك بقعد وعارف الساعة اللي في الملعب دي. فانتوا ما شاء الله خدتوها من تحت لغاية ما وصلتوا. طب كلمني عن يعني ايه اللي بيميز، مدارس الاهلي وناشئين الاهلي في اليد، ايه اللي بتميز؟ يعني احنا الحمد لله نتائجنا حلوة جدا. ليه؟ انت بوجهة نظرك ايه السبب؟ مدربين طبعا يعني. المدربين، الجهاز نفسه اللي بيختار المدربين بيبقى مختار مدربين فعلا كفاءه يعني. فعلا هم ليهم خبرتهم، وليهم ان هم بيعرفوا يبنوا، ان هم يطلعوا لعيبه كويسه جدا بصراحه. شايف دي قوتنا. وانت نفس الكلام يا ايهاب؟ زي ما لسه بيقول، مدربين. بس احنا برضو عندنا حته كده من صغرك انت في النادي الاهلي يعني. على رايك كابتن اشرف كان بيقول لنا قدرنا ان احنا نادي الاهلي. طبعا قدر. ده انت لازم تحمله. بالظبط. فاللي هو احنا من صغرنا، هو انت بتبقى مرشح الاول لاي بطوله، فدي الحته دي بتتزرع جوانا، فدي بتبقى قوتنا يعني. بالظبط. قدر النادي الاهلي انت تكسب حتى لو ماتش ودي. بالظبط. حتى لو ماتش ودي انت عايز، حتى بتلعب بالزبط. طاوله يعني، احنا كنا زمان لو انا بلعب طاوله باسم النادي الاهلي، لا عايز اكسب. بالظبط. فده بيبقى حمل كبير جدا، لان هو عشان كده الناس بتقول تيشيرت النادي الاهلي تقيل. مش تقيل عشان تقيل يعني، لا تقيل عشان المسؤوليات. طيب هنقول عن موقف طريف حصل السنه دي. هنتكلم مثلا ايه في الماتش، ضحك احب افتكر حاجه. فيعني حاجه حصلت في ماتش، حاجه حصلت في الاتوبيس وانتوا رايحين، موقف كده طريف حصل، تفتكر حاجه ولا ما فيش حاجه جايه لك دلوقتي؟ انا مش فاكر غير لقطه واحده. احنا في فاينل، ماتش فاينل بتاع سبورتنج، اللي هو اخر ماتش، النور قطع، الصاله قطعت. النور قطع والماتش وقف ربع ساعه مثلا.
ده على فكره انت ممكن تغير مدفه الماتش دي خالص. اه والله بتبرى دي. اه طبعا لا وكلنا بردنا اصلا وبتاع، بس قعدنا نسخن بعضينا بس. قلت بس مش مكتوب لنا. اه انا قلت بقى انا اتخضيت طبعا. مش مكتوب لنا. طيب هل مثلا الامور دي بتتعامل معاها ازاي؟ يعني لو حصل حاجه زي كده انتوا في الملعب بتتعاملوا ازاي؟ يعني خلاص نكلم داون ونهدى ونشوف الدنيا ايه ولا بنجمع جمعنا نفسنا في ساعتها الفرقه. اول ما النور قطع قعدنا كلنا على الدكه، المدرب كابتن اشرف طبعا قال الكلام اللي هو كله لازم يهدى، كله لازم نركز، لسه بدري. وكان ساعتها الفرق 3-4 لينا، وكان لسه ناقص ربع ساعه في الماتش كتير، الماتش تاني. فان النور يقطع وانت اللعيبه تبرد تاني، فلسه عايز تسخن، لسه عايز تدخل في مود الماتش، فكان لازم فاتكلمنا مع بعض. اول بقى 3-4 دقايق بعد ما نزلتوا فرقنا فيهم عنهم، هم فرقنا يعني فيهم عليهم، هم جه عليهم هم اللي مش علينا احنا. التوقف ده جه عليهم هم، عشان كده هو بيقول لك موقف، بس انت مش عارف هيجي على مين. ده علمك والله، انت كلامك صح. موقف طريف، انت لما النور يقطع والدنيا بتبوظ فجاه كده ما تبقاش عارف هننزل هيحصل ايه بالظبط. يعني عارف لو انت نازل بدايه الماتش ممكن تبقى عندك كنترول شويه، انما الماتش وقف وربع ساعه بعد ما كنا راكبين بتبقى هي عليا بقى ولا ليا ولا الوضع، تبقى هي الدنيا كده. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم عن بدايه الموسم خالص، لما كابتن اشرف عوض تولى المسؤوليه وبدا يتكلم معاكم، والسنه دي والاعداد وفتره البدني، زهقتم البدني؟ يعني هل لما كابتن اشرف بدنيا قوي فكان بيحب البدني، هل زهقتم البدني؟ هل قلتوا لا كتير قوي اللي احنا بنعمله ده، ولا كان بالعكس مرحبين بيه؟ لا كنا مرحبين بيه، لان عارفين ان كابتن اشرف طبعا اكيد هو فاهم هو هيوصلنا لايه. يعني احنا كنا صراحه واثقين فيه ثقه غير طبيعيه في الحته دي. يعني ما كانش فيه زهق، بس تعبنا اكيد. اكيد اشتكينا كتير. يعني اصل انا كنت لعيب زيكم وعارف ان اصعب فتره طبعا، بس فترة. يعني جت في الاخر بنتيجه حلوه جدا بصراحه، هنفتكرها يعني سنين. يعني ان شاء الله انا سعيد بيكم جدا بجد، ونورتوني وشرفتوني. علي الليسي طبعا سنتر هاب الفريق، نورتيني وشرفتيني، الف مبروك. طبعا محمد ايهاب مدافع الفريق، اشكرك نورتيني وشرفتيني، والف مبروك. شرفنا حضرتك، ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، فاصل وهنستقبل الأسطورة المدير الفني الكبير الكابتن أشرف عواد، ولكن بعد الفاصل.